اعتاد المواطن اللبناني ثقافة مخالفة القوانين واستباحة الأملاك العامة، إذ يقوم عدد كبير من المواطنين بركن سيارات معطلة على جوانب الطرقات أو بحجز أماكن أمام المحال والمباني السكنية لركن السيارات، ومنهم من يستعمل الرصيف لعرض البضائع. وللحد من هذه الظاهرة أصدر محافظ بيروت بلاغاً يقضي بوضع غرامة على إشغال الأملاك العامة. الحيز العام والملك العام هو ملك الجميع، ملك كل الناس بالتساوي، استعماله بالتساوي بين كل الناس. يجوز أن يستعمل هالملك العام من قبل شخص واحد إذا كان من نوع اللي هو يرخص باستعماله ووفقا للقانون. في حال عدم وجود ترخيص هالشي يترتب عليه مش بس إزالة التعدي، الأهم الإزالة أنه يترتب على الشاغل دون مسوغ شرعي أو المتعدي على الملك العام يترتب عليه رسوم وغرامات. الرسوم هي مثل ما نحن ذكرنا بالبلاغ اللي صدر أنه ستتراوح بحسب قيمة المتر البيعي للعقارات بحسب أحياء بيروت بين معدل وسطي 700,000 و 3.5 مليون تبعا لنوع أو طبيعة الإشغال. هذا القرار من شأنه أن يردع المخالفين في حال تطبيقه، علما أن البعض يجد له مبررات. هلأ بعد شيء للسيارة بس راح يجيب بدي يجيب لي لأنه بينزل لي غرض لهون. صايب كتير بالبلد أهم من هيك، يعني أقل ما فيها يعني يكون عنده على باب محله أنه مطرح صفي. يعني أسبوع مر على تاريخ بلاغ شبيب ولا تزال المخالفات قائمة، فمن هي الجهة المعنية بتنفيذه وما هي الحالات الاستثنائية؟ في عدة أنواع من الاستثناءات اللي يسمح بها القانون. واحد، في أنشطة مثل المطاعم والمقاهي القانون بيجيز أنه يرخص لها بأن تضع طاولات وكراسي أمام هذه المؤسسات ولكن بتدفع رسم عنها. في أنواع أخرى من الاستثناءات اللي هي مثلا موقف الخاص للمعوق، الموقف الخاص أو موقف لحظة للصيدلية، موقف الفنادق لإنزال النزلاء أو الزبائن، وهيدا النوع أنواع فقط اللي مسموح فيها مجانا. مين الجهة المخولة؟ يعني الشرطة البلدية، قوى الأمن، كيف حتتم؟ كلهم، بس البداية حتكون من خلال أجهزة البلدية، يعني دائرة السير مع الدوائر الأخرى اللي بدأت إزرة وفوج حرس بيروت اللي رح يبلشوا يقوموا بعملية الكشف والكيل. هي خطوة إيجابية لبلدية بيروت ومحافظها، على أمل أن نجد قرارات مشابهة فيما خص التعديات على الأملاك العامة البحرية. هادي الأمين، قناة الجديد.